مستشفى الرابطة وخاصة قسم الاستعجال شهد اكتظاظا وصف بالكبير وتضاعف خلال جائحة كورونا لتتجاوز طاقة الاستيعاب 150% وفق المتدخلين في المجال. هو الضغط باقي متواصل على خاطر مازلنا نشوفوا عدد امبورتون كبير من المرضى المصابين بالكوفيد، ورجعنا نشوفوا بصفة تقريبا طبيعية العدد المستنسين به من المرضى اللي عندهم أمراض تستوجب أنهم يلتجؤوا لأقسام الاستعجالي. الظروف هنا صعبة شوية على خاطر السبيتار زادة كيف معناتها ما فماش عدد كبير من الفروشات المتوفرة نجموا نقلوا فيهم المرضى، أما فما الخطورة متاع المرضى اللي قاعدة كيف قاعد بنين باقي نشوفوا في حالات خطيرة من الكوفيد 19. احنا ديما قاعدين نحاولوا نوفروا الظروف خير شوية متاع استيعاب مرضى لطون اللي نقاو كيفاش نقلوهم. مي توا في الحاله هذه نخدموا حتى 150-200% من طاقه الاستيعاب. وفي الفتره الاخيره تراجعت حده هذا الضغط في علاقه بمرضى كوفيد باستقرار الوضع الوبائي وتواصلت باقسام الانعاش، ليؤكد المدير العام لمستشفى الرابطه ان ذلك يعود الى طول مده الاقامه التي يقضيها المصاب بفيروس كورونا في مثل هذه الاقسام. ضغط نقص برشا والعدد نقص برشا وتقلبت الآية. تولينا ناخذ الكوفيد معناها الأمراض العادية الأخرين، ما عادش عندنا ضغط. وين بقى الضغط؟ بقى الضغط على مستوى أقسام الإنعاش رينيماسيون. نحن ما تعرف عندنا دو سيرفيس دو رينيماسيون، توا هذوما الضغط عليهم توا مازالوا معبين وتقريب طاقة استيعاب 100%. وهذا هو في العالم كامل، أنه بعد ما تنقص الضغط على أقسام الاستعجالي باش تبقى مديدة معينة على أقسام الإنعاش. وإجمالا طاقة الاستيعاب في المؤسسات الاستشفائية في القطاع العام والخاص تجاوزت 80% وفق المدير العام للهيكل الصحية العمومية محمد مقداد. باش نحاولوا نضيفوا معناها أساس جدد في الإنعاش وأساس جدد في التعهد بالمرضى اللي يستحقوا الاكسجين. احنا في حدود، احنا عندنا توا في حدود 285 سرير انعاش، فهمتني؟ ان شاء الله من هنا لاخر اسبوع نفوتوا 300. بالنسبه للاكسجين عندنا قرابه 2000 سرير مجهز بالاكسجين ومخصص للكوفيد. طبعا حتى ال 285 اللي قلت لك عليهم هذوما مخصصين للكوفيد، لمرضى الكوفيد. عندنا قرابه 2000 وتوا حتى طاقه الاستيعاب في اسره الأسرة المجهزة بالأكسجين، يعني احنا في وضعية مريحة نوعا ما، فهمتني؟ خاطر احنا طاقة الاستيعاب نتاعنا في أسرة الأكسجين هي أقل من 50%. هذا ويبقى الالتزام بالإجراءات الوقائية ضروريا لتفادي التعكرات الصحية في هذه الفترة التي تكثر فيها